التقرير وهما بيكتبوا ايضا كانوا بيتكلموا عن ان هيومن اند طريقة التعذيب غير انساني ووحشي وحيواني لدرجة ان منظمات حقوق الانسان اعترضت على تعذيب الحيوانات. فبدأوا يتكلموا عن ملف ليس قتل واحد ولكن ملف حقوق الانسان. ايضا من ضمن القضايا اللي اتكلموا عليها قضية الاختفاء القسري في مصر. تزايد من مثلا امبارح في نيويورك تايمز من الاسبوع ده في نيويورك تايمز اشاروا الى تزايد عدد الحالات الاختفاء القسري في مصر. وسائل الاعلام الايطالية ودي صورة أنا موجودة ومنتشرة في وسائل الإعلام بكثرة في خلال هذه الأيام وده شكل رقم 5 عملوا خمسة. حاجة مؤلمة لكن هي ظريفة يعني في التعبير عن هذا الموضوع. صفحة 5 صورة ريجيني بصور 533 مختفي قسري في مصر. جمعوا صور الناس اللي هم كل لو كبرنا الصور الدوتس دي النقاط هنجد أن كل واحدة دي تعبر عن شخص مات في مصر واختفى قسريا دون أن تكون هناك معلومات كافية في مصر. أيضا من ضمن الأشياء الأفكار التي تم التركيز عليها ودي أيضا وزي ما احنا عندنا في البلد كده في بلدنا الفلاحين يقولوا العيل المتعب بيجيب العيل الفاسد بيجيب الشتيمة لأهله يعني. فبدأ قضية حالة فرد بدأت تنعكس على النظام السياسي ككل لدرجة أن هم قالوا إيطاليا ساندت الانقلاب وها هو الانقلاب ينقلب عليها. بدأوا يتكلموا عن هذا الموضوع ده جزاء اللي انت عملته. الحكم في مصر قمعي واستبدادي ولا يسمح بحرية الرأي. بدأوا يتكلموا عن ده. الحكم في مصر ديكتاتوري وغير ديمقراطي. بدأوا يتكلموا عن هذه النقطة لدرجة ان هم بدأوا يتكلموا لو في صورة مثلا رقم 3 وهم بيتكلموا عن بيتكلموا عن حاجة اسمها صوروا الهرم واستاذ ماركو بيراميد دي بال هرم من الاكاذيب. ايوه هرم من الاكاذيب. ايضا بيراميد دي بوجيه بداوا يتكلموا عن هرم من الاكاذيب ان احنا بنتكلم ان احنا كدابين وان احنا ما بنقدرش صوروها زي الاهرام بالظبط زي الاهرامات يعني. وجابوا الشكل اللي هو موجود. ايضا من ضمن اللي عملوها ان هو داركنس اوف ستيت او ظلام دوله شكل رقم 4 اللي بعدها بدأوا يتكلموا على الاسبريسو. قضية روجيني أو ريجيني على اعتبارها إن هي تعبر كازو عن ريجيني بويو دي ستاتو بويو دي ستاتو يعني ظلام في ظلام دولة أوف أستيت أو أنا أيوه. طبعا لغة إنجليزي مش إيطالي لكن أيوه. بحاول أترجم من بعض المواقع فدي ظلام دولة من هذا من ففي ده كان بس احنا عايزين يعني نشوف أيضا رقم 6 أسف دقيقتين رقم 6 أيضا ايضا ما هي انعكاس قضية بدأت الحكومة المصرية تقع في فخ فضائحها. دي ايضا شكل ان هو ده قضية صغيرة. الموضوع ايضا انعكس على الرئيس السيسي نفسه في شكل رقم 7 مانشيت اساسي وهو بيتكلموا عن هو بدأ كله بالنسبة للوجه الرئيسي السيسي خائف السيسي. جدا من فضائح الشرطة وال فبدأنا نتكلم على أن هذه القضية ليست قضية فردية. أيضا من ضمن الحاجات التي تم التركيز عليها في الصحافة الدولية وفي الإعلام الدولي أن أمن الأجانب وأمن مصر بصفة أمن الأجانب بصفة خاصة وأمن مصر بصفة عامة ليس أمنا قويا. بدأوا يضربوا أمثلة عارفة حضرتك لما نذكر الحاجات بتجيب بعضيها فبدأوا يتكلموا عن السياح المكسيكيين أخبارهم إيه؟ إيه أخبار الطائرة الرؤوسية والتفتيش في شرم الشيخ أخباره إيه في القصة دي؟ الايطالي الاخير اللي خطف الطياره ما هو نتكلم خطف الطائره ده حصل ازاي فبدانا نتكلم عن حاله عامه في مصر اللي هي عدم الاستقرار امن جماعي. ايضا من ضمن الحاجات اللي ركزوا عليها جمعيات العمل المدني والنقابات العماليه والانتهاكات التي تتم في مصر اللي كان شغال فيها ريجيني أيوة. هذا الرجل مات بسبب ان هو فتح ملفات مسكوت عنها في مصر. هذا الرجل مات لانه كان يدافع عن قضايا عمالية غير مسموح بالحديث فيها في مصر. وضربوا أمثلة القبض على وترحيل أعضاء الجمعيات العمل المدني في مصر اللي هم الأمريكان والجمعيات أيضا القبض على وترحيل صحفي الجزيرة واعتبروهم شهداء واعتبروهم هذا الموضوع. فبدأوا يتكلموا عن الفريق الفريق الإيطالي بيعترف النهاردة بعد رجوع الفرقة المصرية بعد رجوعهم لإيطاليا بيعترف إن هم ما قدروش يعملوا أي حاجة وما وصلوش لأي تحقيقات مع الفريق إنهم متابعين 24 ساعة في 24 ساعة وكان في ظلام لكل شيء يعني كل مره كانوا بيدخلوا على انترنت او واي فاي كان في بلوك بالنسبه للفريق الايطالي يعني قالوا لك احنا مش مسموح نعمل نوصل لاي نتيجه مع الفريق المصري.
فطبعا ده كله بيعمل ذبذبة في النظام المصري، وطبعا ما بيشجعش على اي حال. من لو حضرتك خلصت عشان اتكلم عن وجهة النظر العامه اللي هم في ثلاث محاور ممكن نقول ان هم بعناوين بتاعتهم في وسائل الاعلام الغربيه، وان النظام المصري يعرف اسماء المسؤولين ولا يريد الكشف عنها ويتسطر عليها. أيوة. دي اطروحه كبرى. هكذا راى الاعلام الغربي الموقف في قضيه النظام المصري. أيوة. يعرف اسماء المسؤولين ولا يريد الكشف عنها.